السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا ميت؟ عاملين ايه؟ فيديو النهاردة هيكون فيديو قصير وصغير جدا، هو عبارة عن حل لموضوع او مشكلة التنت اللي بيعلق مع بنات كتير ومبيعرفوش يدمجوه وبيلطع في وشهم. فالنهاردة ان شاء الله بإذن الله انا هقدم لكم 3 حلول، التلاتة اسهل من بعض، لموضوع التنت اللي بيعلق ده مش هنخليه يعلق تاني، وال3 افكار بيعتمدوا على حاجة واحدة بس اكيد موجودة عند اي بنت في الدنيا، وهي الكريم المرطب. تمام كده؟ فيلا بينا نبتدي الفيديو، متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتابعوني على انستجرام وتشيروا الفيديو عشان يوصل لبنات كتير جدا، لان التنت بقى حاجة مهمة عند كل البنات. يلا بينا. اول حل يا بنات هو حل كانت عاملاه طبعا حبيبه قلبي اسماء عادل، كانت عاملاه في فيديو 10 حيل للمكياج، وقالت ان احنا هنحط حبه من التنت على ايدينا ونحط عليهم حبه كريم وندمجهم مع بعض ونبتدي نحط التنت، عمره ما هيعلق معاكي. تمام كده؟ بس ده في حاله طبعا ان التنت بيكون شكله عامل كده، او اللي هو بيبقى التنت اللي نقدر نحط منه حبه على ايدينا يعني. تمام؟ لكن بيبقى في ساعات التنت اللي هو كده، اللي هو بيبقى معمول كده بنحطه على وشنا على طول، ده بقى عندي فيه حلين تانيين. الحل التاني هو ان انتي اوريدي تبقي لسه حاطه الكريم بتاعك على وشك كله وبعدين تحطي التنت، فاهمه يعني؟ هنحط دلوقتي ان انا هرطب وشي بالكريم اهو، طبعا المفروض انا مش حاطه حاجه على وشي اصلا، اهو لسه حاطه الكريم او لسه حاطه المرطب على وشي. فقبل ما ينشف المرطب هبتدي اخد التنت بتاعي وابتدي اوزعه اهو، هتلاقيه اتوزع معاكي على طول كانه كريم، فاهمين؟ اهو من غير ما يعلق خالص، شفتوا؟ كانه كريم بالظبط. تمام. الحل التاني ان هو ان انتي اوريدي تحطي، استنوا بقى هستنى لما خد ينشف وبعدين هوريكم الحل التالت. الحل التالت يا بنات هو ان انتي اوريدي تحطي التنت بتاعك عادي اهو من غير كريم ومن غير اي حاجة. تمام. وهتيجي توزعي هتلاقيه طبعا ان هو علق معاكي، لو انتي اوريدي شايفين علق ازاي اهو، عمل خط كده ماشي، هنلاقي ان هو علق معاكي لو انتي ما دمجتيهوش بسرعه. هيبقى الحل انك هتاخدي برضو من الكريم بتاعك عادي، هتاخدي حته كريم صغنونه جدا وهتبتدي عند الطروف بتاعه التنت تبتدي تدمجي اهو. بصوا اهو كده، بس هتلاقيه اندمج معاكي بكل سهوله بس كده، مفيش اسهل من كده بجد يعني، سهل جدا. ففكره بقى عشان بنات كتير اللي بتبعت تقولي التنت بيعلق، التنت مش بنعرف ندمجه كويس، مش عارفه ايه، عندك 3 حلول اسهل من بعض، انك تدمجي اصلا التنت بالكريم قبل ما تحطيه، او انك ترطبي وشك وتحطي التنت على طول فيندمج معاكي بسهوله، او الحل التالت ان انتي تحطيه عادي زي ما بتحطيه، لو لقيتيه علق تاخدي حته كريم وتبتدي تدمجيه على الطروف بتاعته اللي هي اوريدي معلقه. فهمتوا يا بنات؟ فهم دول ال3 حلول الاسهل من بعض اللي تقدري تدمجي بيهم التنت بتاعك. يا رب يكون الفيديو فاتكم، هو فيديو قصير بس يا رب يكون مفيد ليكم، متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وطبعا تشيروا الفيديو عشان يوصل لبنات كتير، وتابعوني على الانستجرام. باي باي.